عايز تعرف حجم المصيبة اللي بتعملها مصر في الوقت اللي الناس مش لاقية فيه علاج ومستشفيات أبوابها مغلقة من قلة الأطباء؟ كان في واحدة من المستشفيات في مدينة نصر بتعالج المصابين بتوع حفتر. كان في مستشفى في مدينة نصر بتعالج المصابين بتوع حفتر. الله يلعن أبو الانفرادات، ده انفراد جديد في حلقة النهاردة. مصابين تعاون حفتر المجرم اللي استغل الهدنة وربنا انقلب على عقبيه خائبا محصورة، وخيادات كبيرة جدا اتضربت من عنده. حفتر كان الدنيا كلها في حاجة وقال لك استغل ده بوساخة دفع، لا يمكن حفتر يتحرك من غير مصر والإمارات ما تدي الإشارة، يستغل الفترة دي يعمل فيها كده. دي لقطات حصرية من داخل إحدى المستشفيات الخاصة. الاستقبال جاء بتنسيق ما بين المخابرات الحربية مع حفتر، استقبال هؤلاء الجرحى وجم على مطار الماظة العسكري وتم نقلهم لهذه المستشفى في مدينة نصر. دول المصابين اللي موجودين في جيش حفتر بيتعالجوا في مصر أمام إحدى المستشفيات الخاصة، دي فيديوهات ليهم في مدينة إحدى المستشفيات في مدينة نصر. دي لقطات حصرية لمع معتز. تبع الانقلابي خليفة حفتر بيتعالجوا في مصر. طبعا يا جماعة أنا لما شفت العدد ده كله، وعدد كبير جدا، ناس كتير جدا كلهم ماشيين على عكاز، فانا استغربت الموضوع. فلما سالت حد منهم قلت لهم هو الحادثه دي ولا ايه؟ قالوا لا احنا لقيت لهجتهم ليبيه. لما سالتهم انتوا ليبيين؟ قالوا اه. قلت لهم طب انتوا بتعملوا ايه هنا في مصر وايه العدد ده كله؟ يعني شايف ناس كتير جدا، انا شايف شباب كتير جدا كلكم ماشيين على عكاز، واللي رجله في اصابه واللي في دراعه واللي في ظهره واللي في... قال لك احنا تبع الجيش الليبي. قلت لهم الجيش الليبي ايه؟ الجيش الليبي قال لك حفتر، تبع حفتر. قلت لهم تبع حفتر، تبع الانقلابي حفتر. فطبعا كان انا شتمت الواد، كان انا شتمته لما قلت له كده. فطبعا ما رضيش يتكلم معايا بعد، قلت له تعالى يا عم انا بهزر معاك. ففضلت استدرجه في الكلام، عرفت ان هو ان هم تبع خليفه حفتر، انهم جايين يتعالجوا هنا في مصر، وان دي كل اللي قاعدين دول اصابات حرب، ده غير اللي في المستشفى جوه، ده غير اللي في المستشفى جوه. طبعا انا قربت الفيديو وسمعتكم اللهجه بتاعتهم عامله ازاي عشان تتاكدوا ان هم ليبيين، والاشكال دي يعني اهي الشكل الليبي، شايفين ابو دقن ده ليبي يعني. ده بقى خليفه حفتر يا جماعه، وجايين يتعالجوا في مصر. دول جايين يتعالجوا في مصر ليه؟ ليه جايين يتعالجوا في مصر؟ طبعا عارفين احنا مدى العلاقه اللي بين بلحه وبين حفتر، علاقه نكسه. دي صور حصريه للمصابين قدام المستشفى. في واحد منهم مرتدي زي الساقة بتاع الأوباش بتوع حفتر، أهو ده الشعار بتاع ساقة المنقلب اللي لما شوية رعاع من كل حتة للأسف الشديد، كله بالأوامر. مصر طبعا إخوة الليبيين يتعالجوا في مصر على دماغنا من فوق وفي كل مكان، انتوا فاهمين طبعا. احنا بنتكلم على هؤلاء، شوف التوقيت اللي مصر بيه كده، بتوع حفتر متشالين على الراس. دي صور كمان بتوضح المشهد عامل ازاي، ان كل هؤلاء مصابين اصابات حربيه. ها حربيه، اللي هما كلهم جايين يتعالجوا بتنسيق مع المخابرات الحربيه في تدعيم جيش حفتر. ملعون اللي دعمه، وملعون اللي شالهم، وملعون اللي بيدفع له، وملعون اللي بيشحن لهم، ملعونين في كل كتاب، ملعونين في كل كتاب بإذن الله. ده حفتر وأزلام، ده جوه المستشفى وبره المستشفى، ولقطات ليهم إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة نصر. ودي لقطات تانية لهؤلاء المصابين أزلام حفتر. مش عارف سر يعني أنا مش عارف أقولي والله، ما أعرفش. بس أنا الموضوع استفزني جدا، يعني الموضوع استفزني جدا، لأن إحنا كمصريين مش لاقيين ناكل يعني، فنجيب دول بيموتوا في المدنيين في ليبيا.
دول بيموتوا في المدنيين في ليبيا اهم الاشكال بتموت في المدنيين في ليبيا وجايين يتعالجوا بيموتوا في المدنيين في ليبيا واقفين مع حفتر الانقلاب المجرم. ودي لقطات حصريه للمستشفى من الداخل وللمصابين. ازاي بقى اللي لابسينه المصابين بتوع حقيقه المرتزقه بتوع حفتر؟ بص حضرتك ادي الصوره اهو، وادي شايف انت البادج ده بتاع الساقه بتاع حفتر، ساقه حفتر بتوع الندام. بص بقى حضرتك، شفت البادج كويس؟ اهو البادج. وريني بقى الصفحه الرسميه، اخبار المقاومه الليبيه دقيقه بدقيقه. كتيبة 50 قوات خاصة صاعقة بأمرة المقدم محمود الورفلي تتجه نحو الزاوية تنتظر انتهاء المهلة المقدمة هذا الليلة للانقضاض على المدينة وتخليص اللواء البطل عامر الجقر اللي كان مأسور، واحنا عرضنا لكم عليه الطيار اللي تم أسره. ادي التيشيرت اهو عليه نفس البادج قدام المستشفى الخاص. لقطات اخرى حصرية للمستشفى من الداخل، المستشفى اللي بتعالج أذناب حفتر. مهم جدا ياخدوا حقهم في العلاج عشان يروحوا يكملوا يقتلوا اخواتهم الليبيين. حسبنا الله ونعم الوكيل.